كل لحظة وحضراتكم طيبين. اللي يقعد في مطعم ويطلب حاجة أي حاجة لازم يدفع ثمنها، الكلام ده فيه غلط؟ نعم، أنا شايف إن مفيش حاجة ولا في حاجة. ما تيجوا نشوف. أهلا وسهلا. أمور يا حبيبي. آخد قهوة مظبوط. قهوة مظبوط. أيوه. والبي شاي مظبوط لصاحبي. شاي. لو في رغبة تسمعوا مزيكا أو أغنية أو كده. أوي أوي لو حلوة أوكي. الفنان الكبير عم عبده ماشي من أعظم العازفين كمان. وحضرتك تحت امرك تحب تسمعوا ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، علي الحجار، محمد الحلو، عمرو دياب، اي مطربين شبان او تحت لا ام كلثوم اوكي. كام الحساب؟ قدام حضرتك مش باين؟ 92 جنيه؟ ايوه يا فندم. ليه؟ ليه حضرتك اقول لك؟ 5 جنيه ونص شاي وقهوه، 68 جنيه 75 قرش، عصف لسه فاكر، 10% خدمه، واحنا هنا ما بناخدش بقشيش حضرتك. طب ليه ان شاء الله؟ ليه 68 75 عصف لسه فاكر؟ استاذ عبد الماشي لما جه عزف لحضرتك انا عمري ما دخلت مكانه ودفعت عصف. ايه عصف 68؟ انا قلت لحضرتك تحبي تسمعي؟ قلت لي اسمع. زي ما قلت لك تحبي تشربي ايه؟ قلت يا بيه المفروض قبل ما اسمع تقول لي تحبي تسمعي، تقول لي السماع دوت ليه سعر. حضرتك واضح انك ما بتخشيش اماكن زي كده بصراحه، يعني دوت ميرسي جدا وما تغلطش. انا ما غلطتش يا فندم. ما تغلطش، انا بقول لك انا ما غلطتش في حضرتك، واضح ان حضرتك ما دخلتيش مكان زي كده قبل كده. ليه ان شاء الله ما دخلتش مكان زي ده؟ امال كنت بقعد فين؟ بقعد على قهاوي ولا ايه يا فندم؟ لو سمحت قهاوي ثانيه واحده يا فندم. يا فندم ما غلطتش في حضرتك خالص، حضرتك بس بتقولي كلام كده. كام يا فندم؟ حضرتك 71، 2 مانجا ب 7 جنيه، 5 جنيه عصف اغنية قهواك، 10% خدمة. ماشي. اتفضل حضرتك. ماشي. وتحياتي قوي قوي للاستاذ عبده ماشي. حاضر. كان هاوي والله. اتبسطت حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. متشكرين يا فندم. تحياتنا لحضرتك. خلاص اتفضل، عايز تحط بند حط بند 10 جنيه 15 جنيه، انما مش 68 جنيه 75 قرش. عشان ايه؟ واضح ان حضرتك إيه بتسمعي بقى وعايزه تقعدي سفلقه، وده موضوع مش مظبوط. يا سلام، ده واضح. ليه طلبت منك تنزلي المشاريب ببلاش عشان عايزه اقعد سفلقه؟ لا حضرتك 5 جنيه دي مش انا ممكن ادفع 5 جنيه دول مين؟ طب عيب ما يصحش اشوف بتتكلم بتقول ايه. حضرتك هتدفعي. مش هدفع. هتدفعي. مش هدفع. معلش هتدفعي. مش دافع. واعلى مفخلك اركبه. اعلى مفخلي اركبه. ايوه اعلى مفخلك اركبه. طب انا هعرف اخد حقي. حاضر حاضر. ده ايه شغل النصب ده؟ لا نصب ولا حاجه. حاضر. الو بوليس النجده، احنا الكاميرا الخفيه يا فندم، الكاميرا الخفيه. ايه ده؟ ايه فين؟ الفاتورة دي بتاعتنا؟ ايه بكام؟ ايوه بتاعت حضرتك ده 80 جنيه؟ ايوه. طب 80 جنيه دي جت ازاي؟ 2 عصير برتقال. من العصير برتقال ب 80 جنيه؟ لا ب 10 جنيه. خلاص كده مفيش مشاكل، يبقى دي مش بتاعتنا. اوكي. وبقيت ال 80 جنيه دي جت ازاي؟ في موسيقى سواح 70 جنيه. موسيقى 70 جنيه؟ هي مشكلة ان احنا سمعنا؟ احنا الاثنين سمعنا تقيل. نعم؟ اذا كنت انت ناصح فيه لانصح منك. احنا الاثنين سمعنا تقيل. يعني حضرتك ما سمعتش؟ لا ما سمعتش. اثبت لي ان انا سمعت. امال سامعني ازاي وانا بتكلم؟ يعني خلي كلامك يعني على مستوى وزنك.
يعني ما بقاش كلام، ما بقاش جسمك تخين وكلامك رفيع. يرضيك كلام الاستاذ حضرتك؟ انا مالي دلوقتي بقصه التخين ولا رفيع حضرتك يعني؟ انا دلوقتي بكلمك في حاجه، كلمني بس رد عليا. يقعد هو يهزقني. بكلمك في حاجه محدده. يرضيك حضرتك الزبون على حق. بكلمك في حاجه محدده. ازاي يعني يتدخل في جسمي؟ الراجل ما غلطش فيه يا كابتن شريف، لو تكرمت. انا ادخن ولا الاخ ده ادخن؟ لا الاستاذ طبعا. ممكن تخليك في حالك انت اصلا، شكلك ادخن مننا احنا الاثنين. وبصراحه شكلك اصلا مش عاجبني يعني، مريب. عايز اكون شفتك قبل كده في مكان فين مش عارف. يمكن مثلا حضرتك في الكاميرا الخفيه مثلا. هات لي فراغ بانيه. اديك لو بتسمع مثلا مزيكا ماشي، اي حاجه مش مشكله. $120 ايوه فندم. ليه؟ فراخ بانيه 35 جنيه ايوه ماشي. 5 جنيه سلطه ماشي، يبقى 40 جنيه ايوه فندم. اه وبعدين في موسيقى، كل ده كان ليه 80 جنيه. الرزع اللي في وداني دوت موسيقى؟ مين اللي رزع؟ العازف اللي كان بيرزع. عمل ايه يعني؟ وجع لي دماغي يا فندم. انت كانت 40 جنيه ده غذاء الجسد، غذاء الروح 80 جنيه. ده الناس بتسافر من بلاد لبلاد عشان. انا ماليش دعوه، ماليش دعوه بغذاء الروح، بغذاء اي حاجه. عايز تسمع سفلقه يعني؟ يعني ايه سفلقه؟ سفلقه يعني ببلاش يعني. عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. ده نظام مكان يا عم. مكان ايه؟ حسابي يا مستر الشندويلي. ايوه مستر هاني. 112 22 مشاريد و90 اغنيه انت عمري. ميرسي يا فندم. ده كتير. سيدي ده اسم ده الواجب. يا ريت تبلغ تحياتي لمستر عبد المشرف. يا سلام. شايف الناس حضرتك؟ يا عم انا ماليش دعوه بالناس. انا ليا لنفسي. دفع حضرتك 90 جنيه حضرتك. ماليش دعوه انا بيه. تدفع 80 جنيه وتخلص. لو سمحت، لو سمحت اسكتي. هو ايه لو سمحت؟ بقول لك اسكتي لو سمحت. انا ماليش دعوه بيك لو سمحت. هزقت الزباين وهزقتني. يا عم انا ما هزقتكش ولا حاجه، انا بقول لك مش هدفع 80 جنيه في كل ده كان ليه؟ طب حضرتك كنت طلبت بس اغنيه شبابيه، في بخمسه وفي بعشرة وفي 15. المساحه الاجماليه كلها 600 متر. لا هيبقى تقريبا على 280 المبنى والباقي جنيه. والباقي كله جنيه. اهلا وسهلا. طلبات حضرتك؟ تشرب اشرب قهوه وشاي. قهوه وشاي. قهوه مظبوطه. قهوه مظبوطه وشاي. بعد اذن حضرتك تحبوا تسمعوا مزيكا على حضرتك؟ اه عادي. اوكي مزيكا على حضرتك؟ ماشي. طيب شكرا. ال 280 متر عشان حضرتك شايل القهوه. اه وال100 جنيه نقطه مثلا؟ ال100 حضرتك كعب الغزالي متحمل. اه
كعب الغزال ولا كعب الكوبايه اللي احنا شربنا فيها الشاي؟ لا مش عارف الكلام. استنى استنى. المطعم غريب كتير والكاست غريب والجست حتى نفسه غريب يعني لازم تسقف وتزغرط. احنا فين حضرتك؟ باختصار في 100 جنيه كعب الغزال. نروح لاسمه ولا نجيبه هنا؟ يبقى انت جاي تتخانق. طب كلمني انا لو سمحت. طيب انا لو سمحت كلمني. استنى يا احمد من فضلك كلمني انا من فضلك. لا لا غلط غلط هقوم بجد هغلط فيه. انت اسمك ايه؟ نعم فهم. اسمك ايه؟ الشندويلي. شندويلي؟ ايوه فهم. يا شندويلي نعم. ما تبصلوش خلاص؟ كلمني انا. مش هبصله. كلمني في الفاتوره اللي انت جايبها دي. ايه دي؟ مزيكا. ما احنا قاعدين في البولشوي هنا. طيب احنا في البولشوي. يا بيه افضل اعمل اللي انت بتعمله ده. انا خلاص شخصيا عشان انا شغال وفي وقت شغلي ما اقدرش اكلمك. طب ما انت استناني بره مثلا. ما قلت لك ما تتكلمش. لو انت عايز تتخانق نتخانق يا لا لا لا. اسلوب كلامك غلط. اتفضل اضربني. لا انا مش عايز اضربك. انا عايز اشرح لك موقف يا جماعه. يعني انا مش فاهم المكان اللي احنا قاعدين فيه ده ايه. يا شندوي يا شندويلي حضراتكم بتيجوا المكان قبل كده؟ ايوه طبعا. سمعتوا الكلام ده قبل كده هنا؟ المزيكا بتدفعوا فلوسها ولا لا؟ ايوه عطلتنا وتعبت اعصابنا. استغفر الله. انت على فكره كلام حضرتك يعني انا قليل الادب مثلا؟ لا, لا لا ما تحترم نفسك وتتكلم لا. كويس. معلش يا احمد يا احمد مغلط. انا قلت لك لو سمحت ما تبصلوش. لو سمحت كلمني انا. ممكن ولا مش ممكن؟ حسابي ريدي وسمع. حساب حضرتك 65 50 موسيقى بدون غنى. ده خد الساحة الساحة مبودة اوت اللي ب 65 مش كده؟ دي حاجة بسيطة للفرقة. انا صراحة النهاردة كانت ممتازة جدا جدا جدا. شكرا ميرسي جدا. تحياتنا من الفرقة. انت بتشتغل ايه يا باشمهندس؟ لا 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 ما تكلمش زبون حضرتك. لا لا استنى لا 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 حضرتك تخطيت حدودك. بطل كلامك الاستفزازي ده. انت ليه مصر ان الواحد يغلط فيك؟ ليه انت غلطت فيا من غير ما اكلمك؟ لا ممكن هو مد ايدي عليك. اتفضل اضربني. بس يا احمد يا عم ده بارد. ده بني ادم بارد. اعتبر ان حضرتك سوري يعني مش معانا يعني. انا هكلم الاستاذ. لا لا بعد كده هيقول لك يوم القمر على الباب وتدفع 500 جنيه. استنى يا احمد. راجل كبير يا احمد. عيب لما الواحد يجي كده. مش توصل لكده. لا عيب لما الواحد يجي كده. لا استنى بس ده بيقول لي هلغيك وما انتش قاعد. الفقره دي اتصورت. ايوه لو حضرتك رافض انها تتذاع قول ما تتذاعش. لا تتذاع. حلوة ظريفة جدا. تتذاع مفيش مشكلة. ميرسي. تتذاع؟ تتذاع اوكي ميرسي. ميرسي يا فندم. أذيع اوكي. طيب ميرسي جدا. تذيع؟ اه اوكي اوكي. يا بيه ذيع ده انت حرقته دم ده. لا 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 ذيع كل حرقته الدم ده ومش هتذيع. ذيع تحت أمرك. اللقطات اللي واخدينها كلها طابعية والأبطال